أهلا مشاهدينا، نستهل إياكم هذه الجولة الصحفية من إيطاليا، حيث نطالع هذا العنوان في صحيفة توتو سبورت: يا له من إنجاز، يوفنتوس في نصف النهائي. الصحيفة الإيطالية هللت لتأهل فريق السيدات العجوز إلى نصف نهائي تشامبيونز ليج، وأثنت كثيرا على أداء اللاعبين، حيث وصفت لبيانكونيري بالفريق المدهش، ولقبت كل من الحارس بوفون والمدافع كيليني بالجدار، مضيفة أن كل من كان على أرض الملعب يستحق الثناء وحتى البدلاء. توتو سبورت قالت أن فريق أليجري بسط السيطرة وسحب البساط من تحت برشلونة في معقده الكامب نو. نتجه إلى إسبانيا مع صحيفة سبورت التي كتبت: برشلونة يتحطم على جدار يوفنتوس، في إشارة واضحة لتبخر أمال الفريق الكتالوني في العودة باللقاء. سبورت وصفت المباراة بساخنة جدا وقالت إن فريق بلاوغرانا حاول برا وبحرا وجوا الوصول إلى مرمى بوفون، لكنه في الأخير استسلم وسلم التأهل لفريق يوفنتوس وودع دوري الأبطال، مضيفة أن ريمونتادا جديدة كانت مستحيلة هذه المرة. سبورت أثنت على دفاع اليوفي واصفة إياه بالناضج والمنظم، واستطاع الحد من خطورة ميسي ورفاقه.